مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم واهلا بكم الى تفاصيل اولى نشراتنا المحليه. عرف قطاع الصحه في ولايه قسنطينه تقدما ملحوظا، خاصه فيما تعلق بالعمليات الجراحيه، حيث شهد سابقا مستشفى الكلى عمليه نزع الحصى لاول مره والتي تمت بنجاح، كما اجريت مؤخرا عمليه جراحيه لنزع البروستات بالليزر لاول مره في المغرب العربي، اشرف عليها طاقم طبي جزائري وتقني فرنسي. العمليه تمت بنجاح في أول تجربة لها في الجزائر، كما تابعها على المباشر من قاعة المحاضرات مجموعة من الأطباء الجراحون من كل ولاية الوطن. عبد الجليل حنديس وهشام طلبي أرسل التالي. Une heure et demie en moyenne, bien sûr, mais selon le volume de la prostate, le volume de la prostate, et bien sûr, comparativement aux autres techniques, il y a les autres techniques qui durent en moyenne 45 minutes à une heure. Mais l'avantage aussi de cette technique, c'est qu'elle utilise le sérum physiologique. Donc, quelle que soit sa durée, il n'y a pas de perturbation métabolique chez le malade. في موضوع آخر، وفي السكن، رفضت 8 عائلات من قطني قرية جند علي ببلدية الشط ولاية الطرف، رفضت إخلاء مساكنها الهشة بعد إعذارات من بلدية الشط تلزمهم بالمغادرة وترك العقار لأشخاص مستفيدين من السكن الريفي وفق القانون. العائلات بررت إصرارها على البقاء كونها تقطن هذه المساكن منذ سنوات. محمد بن كموخ أرسل التالي. خمسة وتسعين وحنا هنا، ولادنا تقرا هنا، ولادنا تقرا هنا، وحنا ساكنين هنا، وما عندنا وين نروح. وقلنا لوالدي كان احنا ماشي جزائريين، ادينا وين تحب، بصح رانا جزائريين والبلاصه هذه تاعنا، من 95 وحنا ساكنين فيها، ونحنا اولى بها كي تحوس الرسمي قد قد، فهمني؟ كيف تهز انت واحد من هنا وتجيب وتحطوها عندي هنا؟ او حرام او عيب. رئيس بلديه هذا يا خاوتي، شوفوا كيف ديروا لنا، راه كيما نقولوا من الاطار، كيما نقولوا المحليين، كيما نقولوا السلطات العليا، كيما نقولوا الولي يدخل فيها، راهو حقرنا، راهو كيما نقولوا راهو ظلمنا ياسر. طهراويه سيندا، وارواح اخويا تشوف الدار تاعنا. قاعده بثلاثه اولاد، هما جايبين واحد من بعيد خلاص، يكون بعيد خلاص جاي يدي بلاصه، وهنا عندنا 10 سنين وحنا ساكنين هنا. ثم عرفته من عرفته عنده 10 سنين وهو ساكن هنا. الراجل قبل ما نديه عبالي بيه ساكن هنا، وانا الاولويه ليا يجي وحدي نحي لي بلاصتي يسكن فوق مني، ما تجي هي سكنه قال وحدي. ثم هاني نجري على ثلاثه اولاد، ثم راجلي بعيد. من جهته صرح رئيس بلدية الشط السيد ياسين طهراوي بأن أمر إخلاء القطع الأرضي أو الأرضية تم إقراره بتوصية من الوالي، وسيتم استعمال تسخير القوة العمومية كون هذه القطع تعود إلى المستفيدين السابقين من السكن الريفي، وأن المعترضين حديثي الإقامة يتم إسكانهم حالما تتحصل البلدية على حصص جديدة للسكن الريفي. كانوا فيه 13 مستفيد، العملية تمت بشفافية تامة، هم عندهم استفادات قديمة من البناء الريفي، لميناهم في البلدية، درنا عملية فرع، وين قدرنا أنه نثبتوا 5 قطاع، وبقوا 9، بقوا 8، راح نثبتوهم في الأيام المقبلة إن شاء الله. أنه كاين 2 معترضين، وهذا السيد المعترض هو حديث الإسكان، يعني صح، هو رانا نتصل بهم يوميا. وين فتحت معهم باب الحوار قلت لهم انا سخروا، خلي الناس هذو يستفادوا من القطاعات الارضيه. يطالب العشرات من المواطنين المستفيدين من التجزئه العقاريه الاولى الثانيه والثالثه بمنطقه الحداده بجيجل، يطالبون السلطات المحليه منحهم عقود ملكيه قطع ارضيه مخصصه للبناء استفادوا منها سنه 1994 والمقدره بنحو 480 قطعه، قطعه دفع بشانها البعض منهم مبالغ ماليه مقابل الحصول على العقود القانونيه. المزيد في ميكروفون أي من عبد الرحيم. مجهولة. رانا محتجين على القطعة الأرضية، كاين مستفيدين هادو كامل اللي هنايا، وكاين اللي ما جاوش. عندنا صافي من كاين اللي شرى من 94
من 94 95 96 حتى ل 2000 من 2002 من 2002 هبط وجوسكا بريزون ما داروا لنا لا عقود لا بيكتاج. اعطي لي حقي، طالب حقي، طالب حقي انا، لازم يسلم لي الاراضي ديالي يسلمها لي، الاراضي ديالي يسلمها لي انا وخلصتها، يسوي لي الوضعيه ديالي، يدير لي البيكتاج، نروح نخدمها سوين مخدومه ولا مخدومه. وبورقلا نشد مجموعة من الشباب البطالة الإدارة المحلية والمسؤولة نشدوها عن فتح مكتب تشغيل بحي سيدي أحمد بن العباس بابن ثور، والذي تم الاتفاق عنه بين والي الولاية وأعيان المنطقة منذ 4 أشهر، لكن هذا الاتفاق لم يجسد بعد. الشباب حاولوا أن يعرف متى وأين سيتم فتح المكتب ومن المكلف به، لكن بدون رد من المسؤولين. ميكروفون عبد العلي بكاري. لا احنا ثاني وقفنا هنا من اجل باش كما نقولوا وعدونا بمكتب تشغيل خاص ببانيطور، ولحد الان ما جاتنا والو، تسنينا شهرين ثلاثه، درك رانا دخلنا شهر رابع مازال ما شفنا والو، وعود وخلاص. والحق المهم رانا مهمشين بشكل كبير، رانا مهمشين ياسر ياسر ياسر، والعروض راهي تجي هذه الايامات بكثافه، بصح ما شفنا منها والو. اذان ساغيه، اذان ساغيه، ماناش طالبين دوله، ماناش طالبين دوله، راهو البترول هنا برك مليار جعبه مليار بير. في موضوع آخر، تفضل العديد من العائلات القادمة من مختلف ولايات الوادي قضاء نهايات الأسبوع والفترة المسائية من يومها بالمرفق الترفيهي الجديد الذي استفادت منه الولاية في إطار الحركة التنموية التي تشهدها، حيث أن الحديقة النباتية التي فتحت منذ مدة قصيرة تم تخصيص لها مساحة شاسعة تشمل ملعب مشوشب وألعاب أطفال ومرافق خدماتية مكنت من توفير مناصب عمل لعدد من الشباب. كنا بالعروسي رصدت التالي. هذه راهي مرفق عام يعتبر مليح بالنسبة للشباب الأولاد الصغار في البلاد، يعتبر مرفق مليح. يسمى بالحديقة النباتية، يعتبر فضاء متنفس للعائلات وقد خلق جو في المنطقة، يعتبر هذا أول فضاء بالنسبة لمنطقة داخل الولاية، ونتمنى أنه يعلب أكثر اهتمام ويعطوها أهمية أكثر. عجبتنا هالبلاصة، عجبتنا ياسر، داروها لنا يعني باش نترفوا فيها، باش يجوا هنا ياسر ويتعرفوا عن هذه البلاصة. حلقتنا لنهار اليوم لازالت متواصلة، ابقوا معنا.